يا ترى ايه هي الخمس حاجات اللي احتمال كبير تحصل في سوق العقار في 2022 عشان تعرفوا ايه هو وضع السوق والخمس احتمالات اللي ممكن يتأثر بيها سوق العقار في كندا في 2022؟ يبقى لازم تتابعوا الفيديو لنهايته علشان تعرفوا ايه هم الخمس احتمالات دول. خليكم معايا ما تروحوش في اي مكان. خلال الفترة اللي فاتت كان في أسئلة كتيرة جدا وصلتني، والأسئلة دي كانت بتقول يا ترى سوق العقار هيكون رايح فين؟ يا ترى إيه الوضع على السنة الجديدة؟ في ناس كتيرة جدا متخوفة تشتري دلوقتي ولا ما تشتريش؟ وفي ناس كمان بتفكر إنها تبيع بيوتها وبتقول أبيع دلوقتي ولا لأ؟ ما يمكن السعر يزيد شوية يا جماعة فأكسب أكتر، إيه الوضع هيكون؟ أنا مش عارف. وعشان كده جت فكرة النهاردة الفيديو مهم قوي، الناس اللي بتفكر تشتري او بتفكر ان هي تبيع ضروري 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 مهم ان انتوا تشوفوا الفيديو، مش عشان انا اللي عاملة الفيديو ولكن علشان في معلومات اكيد هتفتح لكم مجالات كتيرة تفكروا فيها وتشوفوا احتمالية وضع سوق العقار في 2022 هتكون عاملة ازاي. وممكن المحتوى بتاع الفيديو النهاردة يساعدكم كتير في اتخاذ القرار، وتقدروا اذا كنت بتفكر تشتري تشتري ولا لا، إذا كنت بتفكر تبيع تبيع ولا تستنى شوية. قبل ما نبتدي نتكلم عايزين نقول وضع الدنيا والحياة دلوقتي عامل ازاي. واكيد زي ما انتوا شايفين الناس اللي عايشة هنا في كندا شايفة كتير ان وضع الحياة ابتدى يرجع احسن بكتير من الاول، احسن بكتير من السنة اللي فاتت، احسن بكتير من شهرين. وضع الحياة ابتدى يرجع تاني زي ما كنا قبل كده. ناس كتيرة حصلت على الفاكسين واخدت 2 دوزز، ناس كتيرة ابتدت ترجع لشغلها، ناس كتيرة من اللي كانت بتشتغل اونلاين جالهم تعليمات ان من اول سبتمبر هيبتدوا يرجعوا تاني لوظائفهم، وفي منهم اللي ابتدى يرجع فعلا. فاحنا شايفين ان الدنيا till now الدنيا شغالة كويس جدا، ابتدت ترجع زي ما كانت، فالامور ابتدت تستقر في استقرار اكتر، الناس ما بقتش متخوفة من زي الاول، وابتدت الحياة ترجع. واكيد احنا مدخلين على شهر 9 فالمدارس كمان هترجع. بالضبط من شهرين اعلن اللاندلورد اند تنانت بورد قرار بان هم هيبتدوا يطبقوا قرارات الطرد للناس المستاجره اللي تخلفت عن سداد الايجارات. طبعا هم كانوا واقفين الموضوع ده بقالهم اكتر من سنه من ساعه الكوفيد من مارس 2020. الموضوع كان ان هم ما كانوش بياخدوا اي قرارات للطرد نتيجه لان الوضع كان جدا سيء، وكان في كتير من الناس فقدت وظائفها وما عندهمش الامكانيه ليه ان هم يدفعوا الايجارات. لكن من شهرين بالظبط اعلن اللاندلورد اند تنانت بورد ان هو هيبتدي فعلا يطبق، وابتدى فعلا تطبيق قرارات الطرد على كتير من المستاجرين اللي متخلفين عن نظام السداد الشهري للوحده المستاجره من قبل المستاجر. ومع القرار ده خلى كتير من الملاك خلال الفتره اللي فاتت ان هم يبتدوا يحطوا شكاوى من اول وجديد علشان يطردوا المستاجرين. ومع قرارات الطرد للمستاجرين بيحط المالك الوحده بتاعته بسعر اكتر، هو عنده القدره دلوقتي انه بعد ما يطلع المستاجر يعرض البيت من اول وجديد بقيمه اعلى للايجار. فاحنا ملاحظين خلال الفتره اللي فاتت ان في ارتفاع في اسعار الايجارات. ده غير كمان نقطه مهمه جدا ان كتير من المستثمرين اللي عندهم بيوت هم اجرينها خلال الفتره اللي فاتت ابتدوا يتحمسوا اكتر ان هم يبيعوا الوحدات بتاعتهم الوحدات المستاجره علشان خاطر يبتدوا يشتروا وحدات تانية في أماكن أخرى ويحصل استثمار آخر لقبل المستثمر اللي اوريدي كان أو قرر إن هو يبيع الوحدة بتاعته اللي مستأجر قاعد فيها. فبالتالي بقى عند حضرتك اللي كان قاعد في بيت والبيت بتاعه صاحبه قرر إنه يبيعه، واللي كان قاعد في بيته وتخلف عن السداد وصاحبه طلعه وطلب أو طلب الإخلاء منه إنه يطلع منه. ده غير كمان الناس اللي جاية تعمل لاندنج هنا في كندا، ودول بنسميهم إحنا النيوكامرز اللي هم أوريدي جايين لأول مرة بيدوروا على بيوت، غير اللي بيفكر طبعا إن هو ينقل من مكان لمكان. فأنت النهاردة طلب الوضع بتاع الإيجار بقى عندك طلبات، ومع مرور الوقت هتزيد الطلبات بتاعة الإيجارات، ففي ارتفاع في تصاعد في قيمة الإيجارات خلال الفترة اللي جاية. بس إمتى بالظبط تحديدا؟ توقعات بزيادة أكبر مع بداية فتح الباب الهجرة للمهاجرين، وده اللي احنا متوقعينه ان في 400,000 مهاجر هيجوا خلال الفترة اللي جاية. فطبعا هيكون فيه يعني اقبال كبير قوي على الايجار، وده هيزود اسعار الايجارات. العلاقة بين العرض والطلب، دايما العرض في كندا اقل بكتير من الطلب.
كندا بلد قائمة على الهجرة، ناس بتستقطب ناس كتيرة تعيش فيها، فبالتالي الناس دي عايزة تسكن، فبالتالي هتسكن يا إما تشتري يا إما تأجر، فالمعروض عندك دايما بيكون قليل والطلب كبير، وده اللي بيعمل اتجاه تصاعدي دايما في حركة الأسعار، وتحديدا اذا كنا بنتكلم على الشراء في النقطه دي، فالشراء هيبتدي يزيد وهو اوريدي زايد، لكن في شهر 8 علشان موضوع الاجازات وان الناس بتسافر بنسميه ماركت سوفتنج. يعني ايه؟ احنا النهارده مع بدايه السنه، خلينا نتكلم من شهر يناير وفبراير ولغايه مارس كان المعروض قليل جدا، فكان في هستيريا، في جنون كبير جدا في ارتفاع الاسعار، لان البيت الواحد كان، لو هديكم مثلا على بيرلينغتون مثلا، كان البيت بيوصل لما بيتعرض بيت للبيع كان بيوصل 50 و60 اوفر، يعني 50 و60 واحد عايزين يشتروا البيت ده، مقارنه النهارده في شهر اغسطس البيت الواحد بيجي عليه 8 اوفرات، فبالتالي يعني في انخفاض شويه في عدد الناس اللي عايزه تشتري، مش انخفاض ولكن خلينا نقول سوفتنينج. ليه؟ لان في كتير من الناس دلوقتي ابتدت تسافر قبل المدارس، انتوا دايما مرتبطين ان اللي عايز يشتري بيفضل دايما انه يشتري ويطلع بعد كده اجازه لغايه ما يبتدي الاستلام بتاع البيت، واللي بيكون مثلا من شهر لشهرين على ما بيستلم البيت، ففي ناس كتيره طلعت وسافرت، هو ده اللي بيخلي شهر 8 تحديدا يكون شهر هادي، لان ناس كتيره بتفضل ان هي تسافر في شهر 8 ولغايه نص 9 بيكون الامور هاديه، من اول نص 9 بيبتدي الفول سيزن ويبتدي الاسعار تزيد تاني. دي نقطه كمان حبيت ان انا الفت نظركم ليها في فيديو النهارده. حد مهم جدا لازم نتابعه ونشوف اخباره، وهو الديفلوبرز، كل الكونستراكشن اللي هتكون خلال الفتره اللي جايه لازم نتابعه ونشوف وضعها بيكون عامل ايه، لان الناس دي بيسموها الماركت ميكر، الناس دي بيكون هم دول اللي بيحددوا اتجاه سوق العقار بيكون عامل ازاي. هديكم على سبيل المثال معلومه بس يا ريت ما تتخبطوش، التاون هاوسز اللي ماتامي كانت منزلاها من حوالي 4-5 شهور واللي هتكون في ميلتون خلال الفتره اللي جايه، والتسليم بتاعها الكونستراكشن طبعا هو ابتدى، والتسليم بتاعها في ديسمبر 2022. التاون هاوس ال 1300 سكوير فيت نازل بـ1,025,000. ايوه بالظبط، 1300 سكوير فيت نازل بـ1,025,000. وبالنسبه لاوكفيل في بعض المشاريع اللي برضو الاستلام بتاعها في 2023، التاون هاوس ال 1500 سكوير فيت نازل بـ1,500,000. فدي الاسعار خلال السنتين ثلاثة اللي جايين، ودي اللي بتدينا انديكيشن وضع السوق هيكون عامل ازاي، لان طبعا الناس دي هي اللي بيكون او هي اللي بتصنع السوق، وهم دول اللي بيدعموا اتجاه السوق دايما، وبنكون قادرين من خلال رؤيتهم ومتابعتهم نعرف السوق رايح فين. وضع البنوك خلال الفترة اللي فاتت كان عامل ازاي؟ البنوك ابتدت تعمل كتير جدا من الموتيفيشن لمشترين البيوت، وتعالى خد معايا قرض وانا هديلك كاش باك 2500 دولار، انا هديلك كاش باك 3000 دولار، وكل بنك بيديك اوفرات علشان تروح تشتري من عنده، بالاضافة الى ان طبعا الفايدة اللي نزلت جامد جدا مقارنة بالسنتين ثلاثة اللي فاتوا، الفايدة النهاردة بقت قليلة جدا بالمقارنة، فبالتالي المشتري بيبص انا والله خد فايدة أقل، الدفعة المقدمة موجودة معايا، أنا بقالي سنتين قاعد ما بخرجش ما بسافرش ما بتفسحش، فأنا معايا فلوس أقدر إن أنا أزود الدفعة المقدمة بتاعتي، أو حتى أكون حوشت مثلا الدفعة المقدمة ما أنا بشتغل أونلاين، فبالتالي أنا لما هشتري البيت هيكون أقل أو مساوي لقيمة الإيجار اللي أنا بدفعه دلوقتي، فده بيحمس ناس كتير على إن هي تنزل السوق وتشتري. ناس كتيرة جدا من أصحاب البيوت ولما شافوا ارتفاع الأسعار فزوا وتحمسوا وقالوا خلينا نستغل الوضع بتاع السوق دلوقتي ونبيع ونعمل داون سايزنج للبروبرتي بتاعتنا. يعني مثلا لو كانوا هم أسرة، خلينا نقول سينيورز عندهم بيت النهاردة قيمته معدية المليون، هيحتاج شقة يعني، فلما هيجي يبيع النهاردة هو هيقدر ان هو يعمل داون سايزنج، عمل الابريشيشن، اخد الفلوس، عمل السيفنج بتاعه في الوحده بتاعته، وبالتالي بالنسبه لهم هو ده اللي حمسهم ارتفاع الاسعار. من خلال النقط اللي احنا شرحناها النهارده في الفيديو، فتوقعاتنا كلها بتقول ان لو انت بتفكر تاجر او انت بتفكر تشتري، فاحتماليه زياده الاسعار سواء كان في مجال الايجار او في الشراء هيكون مستمر وهيزيد مع 2022. التوقعات كده والاحتماليات كده، لكن هل ده اللي هيحصل ولا لا
الله أعلم، لأن الوضع بيختلف من يوم للتاني على حسب القرارات اللي ممكن الحكومة تعملها أو تاخدها، على حسب الوضع بتاع الماركت نفسه هيكون عامل إزاي، وحالة البلد وحالة الحالة العامة للناس هتكون عاملة إزاي. هل ممكن يحصل لوك داون مثلا يأثر على الوضع، مع ان احنا شفنا السنة اللي فاتت كان اللوك داون موجود وكان في ارتفاع واقبال جنوني على الشراء. دي كلها احتمالات، يا ترى هتحصل ولا لا؟ هنشوف معاكم طبعا ونتابع في الفيديوهات اول باول. بشكركم جدا على متابعة الفيديو النهاردة، واكيد لو عندكم اي اسئلة او استفسارات تقدروا تتواصلوا معايا، كل بياناتي بتظهر في اخر الفيديو على الكارت. تواصلوا معايا ايميل، رسائل من خلال الواتساب، او حتى اتصلوا بيا في اي وقت، ان شاء الله باذن الله ارد عليكم واجاوبكم على كل اسئلتكم. اذا عندكم اي استفسارات كمان ممكن تحطوها في الكومنتس تحت الفيديو، وان شاء الله لينا لقاء جديد في فيديو قريب باذن الله. بشكركم جدا، كنت معاكم طول الفيديو النهارده دينا الغندور.